بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة أكشاباك، طبعا شقة داخل مجمع سكني متوفر فيها جميع الخدمات. احنا الآن في الطابق الثالث، كل دور فيها شقتين، طبعا شقة 4 غرف صالة، مساحتها 195 متر مربع. احنا الآن في الطابق الثالث مثل ما ذكرت لكم، راح نشوف الشقة من الداخل بالتفصيل. طبعا تشطيب سوبر ديلوكس. أول ما ندخل عندنا مدخل، طبعا على يسارنا مباشرة عندنا الانترفون عن طريق الكاميرا، وعندنا دورة المياه الأولى كرمكم الله. طبعا نظام التدفئة فيها مركزية. داخل مجمع سكني متكاملة الخدمات. على يميننا مباشرة عندنا المطبخ، طبعا اللون أبيض، الاستكارات لأن المطبخ جديد، شقة جديدة. مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله. طبعا شقة على 3 واجهات، تنظيفات السقف. عندنا جلسات عائلية، بوابة الدخول للمجمع، طبعا فيها بوابة إلكترونية، أيضا جلسات عائلية، يوجد مسبح، موقف سيارات مغلق ومكشوفة، ألعاب أطفال، جلسات عائلية. هذه البلكونة من شايفين، هذه المساحة الكبيرة ما شاء الله. نشوف توزيع الغرف، طبعا هنا عندنا دورة المياه الثانية كاملة. هذه الغرفة الأولى، وهنا عندنا الغرفة الثانية. ثم الغرفة الأولى فيها بلكونة، أيضا مساحتها جيدة، أيضا لها إطلالة على البحر. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، مثل ما انتم شايفين. طبعا ميزتها داخلها دورة مياه ايضا متكاملة، بالاضافة الى دريسنج روم. طبعا المنطقة اخشابات، مجمع سكني، تشطيب سوبر ديلوكس، اطلالة كاملة على البحر. هذا وصلنا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.